ملي كيك حساس يحسو وسن اي التعبات سيدي ربي اللي تيخلق ملي كيك حساس يحسو وسن اي التعبات سيدي ربي اللي تيخلق وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ثم ايضا من السنن الوضوء بعد ما بعد السنن اللي نتكلم غسل اليدين هو رد مسح الراس مسح الراس رد مسح الراس اش ما قدنا انا المسح مسحو غيو مسحو غيو المسحو غيو اي فرض من فرائض الوضوء ما كان واجب في مسلم اي مسح غيو يتكلت ولذلك مثلا يغيو بلا ما يسكن المسح ارتي وردين وهذه ادى الواجب لكن من السنه هذا دا يوري المسح هذا يمسح من تيوردين القدام فرد المسح هذا من سنن الوضوء يدل في الناس ايضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كتندي مع التضاء اي تمسح ارتي غوردين اي سيوري المسح وغيو اتدي سيوري ايغار سنه من سنن الوضوء وريغا واجب لان اشكو ما يتقدم ان الواجب فريض الوضوء يتحقق بالمره الواحده يغيو كاني بلاد مي يمسح التكل هاني سكن الواجب في الناس بمعنى اللي دي زايد الرد اللي ذكر اتي غوني غارش ايغار سنه كيغاو ليس وريغاش وريغا واجب إذن بلاد ميغي مسحي تكلت فالردن يا سنة رد المسحي يا سنة من سنني الوضوء إنتاج المسلم الأمازيغي